هذه التظاهرات اللي هي عد الثانية في هذا الأسبوع إلى مجلس النواب، أوصلت رسائل عديدة، منها رسالة حقيقة إصلاحية تزامنت مع أيام عاشوراء الحسين عليه السلام، والتي من خلالها دعت أصحاب المواقف الحسينية والمجالس لإقامة شعائر حسينية، ولأول مرة في تاريخ التشيع وتاريخ الحكومة العراقية يقام في عقر دار الحكومة مجالس حسينية تتزامن مع ثورة الإمام الحسين عليه السلام، حيث تعد هذه التظاهرة هي التي حولت شعار ثورة الحسين هيهات من التنظير المنبري إلى التطبيق على أرض الواقع لرفض الفساد والمفسدين. أما الرسالة الأخرى، الرسالة العالمية التي أرسلها التيار الصدري إلى عموم العالم، لا سيما المطابخ الخارجية التي كانت تمارس أجندتها وتعول على أقدام السياسة في ممارسة دور ازدواجي في العملية السياسية، أن تعيد حساباتها في العراق. فضلا عن رسالة أخرى مهمة جدا أرسلها أبناء التيار الصدري إلى دول جوار العراق بدون استثناء من الشرق والغرب والشمال والجنوب، لم ولن يكن العراق يوما ما ضيعة لأحد ولا ساحة بديلة لتصفية حساباتكم، على ولن يصف العراق إلى معسكراتكم الطائفية والعرقية الرامية لتحقيق مصالحكم على حساب مصلحة الوطن أرضا وشعبا وثروة. أما الرسالة السياسية وهي المهمة جدا، فأكد التيار الصدري وبامتياز وباليقين أن التيار الصدري هو الكتلة الأكبر، وأن قيادة السيد مقتدى الصدر قيادة سياسية وطنية عراقية وعقائدية روحية منبثقة من واقع النجف الأشرف ومن حوزتها العلمية الناطقة التي لا تشوبها شائبة. وبهذا يعد دخول الشعب العراقي إلى مجلس النواب في الأسبوع مرتين بمثابة أنه الشعب أكمل نصابه بدلا عن النواب الذين يمارسون أجندة خارجية. وندعو كذلك الجماهير الشعبية من الكرد والسنة وبقية أطياف الشعب العراقي للالتحاق بهم لتكتمل خارطة الوطن في مجلس النواب لسحب شرعية هذا المجلس الذي لا تعد بعد اليوم شرعية لمجلس النواب، والدعوة إلى حله بأسرع وقت ممكن. نعم، ماذا بعد التظاهرات أستاذ فتاح؟ ماذا إلى ماذا يمكن أن تؤول الأمور؟ الحل إلى مجلس النواب، والدعوة إلى حكومة انتقالية تدعو إلى انتخابات مبكرة بعد تنظيف العملية السياسية من الفاسدين ونزع السلاح وإيقاف تدخلات الأجندة الخارجية في العملية السياسية، أي تصبح عملية سياسية بإرادة وطنية صح. نعم. جماهير الشعب لم تعد تثق بالمنافقين في العملية السياسية، وهذه ازدواجية يمارسها الحكيم منذ أن عرفنا حتى هذه اللحظة. يعني لا مجال للحوار في الوقت الحالي، انتهت لغة الحوار، الآن الشعب هو من يقرر. ومن هو الذي يحاور؟ تطين المحاور، إذا موجود محاور فلا بأس، أما إذا المحاور يمارس الازدواجية والنفاق لا يمكن أن يتحاور مع أبناء الشعب العراقي ولا حتى مع منه. نعم. هل سيستمر الاعتصام داخل مبنى مجلس النواب أستاذ فتاح؟ حتى هذه اللحظة نعم، إن هنالك توجيهات، الاعتصام مفتوح.